تحياتي، مبقى ماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول عند منطقة العرض القوي جدا اللي عند 43 إلى مستويات 44، اللي ما زلت شايف إن إحنا ممكن ناخد موجة خمسة ممتدة تمتد بينا لحد مستويات 127 فيبو، ونشوف موجة خمسة ممتدة زي ما شفناها على المؤشر، وبعد كده نصحح الموجة الثالثة كلها، واللي ممكن نرجع ونصطدم مرة أخرى بمنطقة العرض القوية جدا جدا دي اللي هتتحول لمنطقة طلب اللي عند مستويات ال 43 لمستويات ال 44، اللي لو فشلنا في الحفاظ عليها أعتقد سنعود مرة أخرى لحد مستويات ال 41 ونص إلى مستويات 42. موبكو لو كسر الحد السفلي للقناة الصاعدة وقفل تحت منها، أعتقد إنه مش هيعمل موجة ممتدة، وهتكون الموجة اكتفت بهدفها اللي عند مستويات ال 44 جنيه، وهننزل نصحح مرة أخرى لحد مستويات ال 41 ونص ل 42. ما زلنا نعول عليه، ما زلنا بنعول إن إحنا نشوف موجة خمسة ممتدة على موبكو ممكن تصعد بينا لحد مستويات ال 46 كمان وشوية، ونروح نزور مناطق ال 127 لمناطق ال 138، أو ممكن كمان توصل بينا لحد مستويات ال 161 فيبو اللي عند مستويات ال 47. الطبيعي يا شباب لما بنشوف موجة خمسة ممتدة تصحيح ممكن ما ينزلش البيك فور ويحافظ على المنطقة اللي أنا بتكلم عليها اللي عند مستويات ال 43 لمستويات ال 44. في كل تحديثاتنا السابقة قلنا موبكو طالما مستقر فوق مستويات ال 43 ال 44 دي منطقة دعم قوية جدا جدا، ده يساعدنا بشكل كبير قوي إن إحنا نروح لمنطقة أبعد وهي منطقة العرض الأهم اللي عند مستويات ال 53 جنيه. خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة، نخلص الموجة الثالثة ونصححها، وبعد كده نبحث عن الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة الأولى اللي بدأت معانا من عند مستويات ال 39 جنيه، وبالتوفيق.